إن الأب الصالح هو الذي ينشئ أبناءه تنشئة صالحة فيفتخر به. ولهذا أردت أن أقول: الدنيا ظلمة بجري في شريان خوف، بجري في شريان خوف، بجري في شريان خوف، بجري في شريان خوف. انفتح باب للأسى، النجمة تبقى بدون دليل وسط المتاهات والمساء، للشمس تشرق للصباح، النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح، النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح، حسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز، الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز، الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز، ساس القزاز، ساس القزاز، ساس القزاز، ساس القزاز. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. لو سمحتي. نعم. ده مش البيت المؤجر فيه شاهيناز؟ اي لكن ما بيهنا. بوين؟ شفتي؟ امشي الباب القبيل ذاك، اهو ده باب ونزات يعني. الباب ده؟ اي. كويس. اي. طيب شكرا لك. منو؟ علوية؟ قرشي؟
يا خالي؟ دي منو المرة دي؟ دي خالتك علوية، كانت زوجة أعز زميل وصديق لي لما كنا في الشرطة. الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. تفضل. كتر خيرك كثير. تفضل يا رب. عامرين إن شاء الله. بوجودك عمرين. إن شاء الله. ها؟ كيف الأولاد؟ الحمد لله في أمان الله. كنا في البلد بالسنين. جينا لنا كان سنة ولا 9 شهور بعد وفاة المرحوم. الله يرحمه ويغفر له. لكن والله زمني علوية. تعرفي؟ هجيب نورة واجيكم. عليك الله يا غرش كان ما جبتها. حاضر. يحلي النورة. ويحلي الأيام اللي شلاب. أيوة والله. كانت أيام جميلة. أيوة والله. علوية. أي. ليلى دي بنت أختي. أهلا مرحب. وجاد هتسكن في الداخلية جنبكم بهنا دي. ده بيتنا برانا يا غرش يا أخوي. والله. وصالون ده حقنا. وأنا أجيته عشان كان فاضي. لا كان كده يعني بنت أختي بقت في يد أمينة. أصدق ما تخاف ما في عوجة. الحمد لله رب العالمين. البوليس. جيتي من اول يوم بقى عندك سلطة هنا. الساعة 10:45 نمشي لعم خوجلس الدكان الجنبنا هنا، مش نجيب منه العشاء وبعدين نجي نرتب حاجاتنا. معلش يا شهناز اعفيني انا ما بقدر امشي. يا بنت عم خوجل ده راجل ظريف ولو قعدنا للساعة 11 حيكون خدتي لي العشاء. انا ما عايزة والله يا شهناز، انا شربت عصير الساينس خلت علوي. إذن نقوم نرتب حاجاتنا. هتزح عليك الحاجات دي يا ليلى، هتقفي معايا كويس؟ أنا هتقفي وبرضه هفضلك ده، ما مشكلة أنا بخد، بس جيب شماعات تاني بخد. هتجيب حاجاتك تحطها هنا أوكي؟ ممكن تحط العطور معايا هنا، أنا هزح عليك ده شوية. انت جبت عطورك كلها؟ لا اي طبعا. ليه؟ ما كل زول عنده مجموعة بعض عطور بيحبها بيشيلها معه طوال. انا نسيتهم عين ناس خالي، مش هنا امشي تاني اقول لهم ادوني لهم. فعلا شهر بقول زول انت بتحب اي عطر. كيف يعني؟ يعني انا مثلا بحب ساورة، باريس، كازانوفا. لا انا ما قاعد اركز على عطر معين. شنطتك دي بلقى فيها نسكافيه؟
هلو. السلام عليكم. مازي شريف. أكلم الآنسة شيرين لو سمحت. طيب جدا. هلو يا شيرين. السلام عليكم ورحمة الله. معك رضوان. رضوان منصور. زي الحال؟ لا الحمد لله كويسين كلهم. ندى؟ أنا كويسة وديت الجامعة وكويسة جدا. أقول شنو يا أخو شيرين؟ معليش عذرا يعني بس لأنه لا عاوزك بس في موضوع مهم شوية. أتمنى يعني لو تكرمت إننا نتلاقى. في البيت؟ لا أبدا. يكون أفضل لو ماكو كل كلام سمعناه ده صح؟ لا تو كلام. قالوا لي دار تتزوج. يا اخي وقفانا يا اخي عليك الله يا اخي العمر راح يا اخي شبكنا انا اخوك لبتين. يعني ليلى خليتها؟ يا اخوي خلينا نلبس من توبنا يا اخي. ليلى دي بعد ما دخلت الجامعة رفعت نخرتها وماكوك دور عكس. عشان كده انا قلت الواحد يعرز من حالاتنا وجاي يعني. يا اخي ده كلام عقول يا. بعدين شنو؟ الترديد يا خير لي. انقر ليه؟ ها؟ علي اللي قال يعني كم مكانتي باظت اخيط المفصل بمكانته ولا شنو؟ ده الكلام. يا اخي اعرف لي مرة ما اعرف طارة من الماكو. انا زي ما قلت لك انسان واضح. الوضوح مطلوب بكل تأكيد يا رضوان. عشان كده يا اخت شيرين انا عايز اقول لك كلام بس ارجو انك ما تزعليني. نعم اتفضل. ممكن اعرف حقيقة مشاعرك تجاهي؟ غريبة سؤال مفاجئ لكن بكل تأكيد عنده إجابة. والله يا باشمهندس أنا ما قابلت غير المرتين ديل. يعني مسألة الواحد يحدد مشاعره تجاه الثاني دي مسألة بدر عليها شوية. برافو. أنا ذاتي ما بحمل تجاهك معليش يعني أعتبرك زينا ضغطي. ممكن أفهم أكثر؟ شيرين أنت إنسانة جامعية متعلمة ومثقفة أسرة مركزها المالي والاجتماعي ممتاز. يعني شنو؟ ما فهم حاجة. يعني بالواضح كده يا شيرين في ألف من يتمناك زوج اليوم لكن من غير ود متبادل بين الطرفين تبقى المسألة ما عندها معنى. لسه كلامك غامض وضح لي أكثر يا رضوان. المكشوف كده يا شريف تعرف انه عم شريف وابوي بيخطط انهم يزوجونا لبعض. انت بتتكلم بتقول في شنو يا رضوان؟ يعني انت ما عارفه؟ ابوك ما لمح ليك بحاجه زي دي؟ اطلاقا ما لمح لي بحاجه زي دي. طيب ايه رايك انه ده الحاصل؟ حتى المره اللي فاتت لما عم شريف وابوي عزمونا هنا عشان ما نتعرف على بعض
ما حكايه انسحابهم لانه عندهم عمل في السوق؟ ده جزء من الخطه بتاعتهم. قلت لك من الكلام ده كانت واضحه جدا، خاصه انه ابوي فتح لي موضوع زي ده قبل كده. عشان كده شيرين الفيلم بتاعهم كان بالنسبه لي مهزوز خالص. دي اول مره اسمع فيها كلام زي ده يا ربان. عموما يا شيرين انا اتمنى انك تقبلي تكوني بالنسبه لي اخت وصديقه، تكون صداقه اعتز بها طول ما انا حي. خلاص يا باشمهندس، اعتبرني صديقه ليك من تاريخ اللحظه. رضوان احسن، اشرب العصير ده ما يصير. ما تفتح خشمك ده تتكلم يا باشمهندس. انا رايي وصلت لك من امس. هو ده رايي؟ ده رايي انا برفضه جمله وتفصيلا. ترفض تتزوج بشريف عشان تمشي تعجز لك واحده ما عندها اي جذور؟ يا ابوي رضوان ولا كلمه. انت عارف معناتها شنو لما تتزوج بشريف؟ معناتها كل املاكي دي واملاك شريف حتكون من نصيبك انت والبيت. لكن الظاهر عليك انت ما قاعد تفكر. بس افتكر يا ابوي انه المساله دي في النهايه بتخصني انا. وانت منو؟ انت اسمك رضوان ساكت ولا اسمك رضوان منصور؟ وبعدين وبعدين يا صديق وبعدين صديق انا يعرف. بعيد من الناس كده. لو قلت لك ما حصدق يا رديت. في شنو يا صديق؟ تذكرت بنتي ليلى. ليلى انت الناس دي ما نسيتوا ليك سنين. ولما ليلى رسلت ليك قالت لك رسل ليك جنسية ما طنشت منها. تعرف يا عرديب
حاجة أقولها بنفذها. حتى لو غلط؟ حتى لو غلط. أنا كده، طبيعي كده، الله خلقني كده. لما أمي قالت لي أنا ما ببارك من هنا الشبر وبدي بربيها براي، قلت لها خلاص أعمل اللي بيريحك. طيب أتذكرك ليلى شنو؟ ما عارف يا عرديب. أنا لما مشيت لعزة بيتك في الجامعة عيوني موزعة بين بنات الجامعة. أتخيل إنه ليلى ممكن تكون حايمة وسطه. تاني أرجع أقول ممكن تكون اتزوجت وعملت لها بيت، لأني ما رسلت لها جنسية عشان تمتحن. لكن أرجع أقول يمكن خالة عمل لها جنسية. أرديب، أيوة، تفتكر إنه ممكن تكون لي